أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة البصائر العراقية ومقال للكاتب جهاد بشير: إذا كان يطيب لبعض الراصدين توصيف فضيحة سرقة 2,500,000,000 دولار من أموال الضرائب في أحد المصارف الحكومية بالعراق التي تورط بها مسؤولون في حكومة بغداد عبر شركات مشبوهة بأنها سرقة القرن، فإن مناسبة الحديث عنها تأتي متزامنة مع جريمة القرن حينما صادق الكونغرس الأمريكي على مطالب الإدارة الأمريكية بسن قانون يجيز لها استخدام القوة تجاه العراق في أول خطوة عملية للحرب عليه واحتلاله. كذلك 5 إدارات أمريكية تعاقبت بعد صدور هذا القرار، وعملت كل واحدة منها جاهدة على استثماره لتبرير وسائل تحقيق مصالح الولايات المتحدة من احتلال العراق، إذ على الرغم من إعلان جورج بوش ما أسماه انتهاء العمليات الحربية الرئيسية في العراق في أيار مايو 2003، فإن قرار الحرب لم يبطل مفعوله، حيث عملت إدارة بوش نفسه بولايتيه ومثلها إدارتا باراك أوباما، وسارت على خطاها إدارة دونالد ترامب على تبرير تفعيل القرار حسب المزاج المتصل بالمصالح الأمريكية. الحقيقة التي تحاول أدوات العملية السياسية تغييبها عن مشاهدات العراقيين هي أن إثارة موضوع السرقات الكبرى من أمثال سرقة القرن أمر مقصود في هذا التوقيت، غايته لعب أدوار مؤثرة في أشواط التنافس السياسي بمباراة تشكيل الحكومة، والانتفاع من هذه الأزمة في تبويب الابتزازات السياسية والتهديدات التي منفكت يوماً عن حالة تشكيل واحدة من حكومات الاحتلال المتعاقبة، لأن حجم الحصص هذه المرة له تصنيف جديد تحاول طهران رسمه على ما يوافق مزاجها، بعدما حصلت على ضوء أمريكي أخضر يتيح لها ذلك في ظل انشغال واشنطن بالقضايا الدولية الكبرى التي ما إن تتأجج واحدة منها في مكان ما من هذا العالم حتى يركن الملف العراقي على الرف، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بأسباب تحقيق مصلحتها، وتظفر إيران بأسهم جديدة تفكر دول الغرب وفي مقدمتها أمريكا بأنها مثالية لتحصل بموجبها على مكاسب أكثر من ضعفها في سياق أزمة الملف النووي الإيراني. جاء في القدس العربي: لم يكن أشد المريدين للسيد نوري المالكي يتخيلون أن ما عجز عنه في العام 2014 سيتحقق في العام 2022 بالأحرى، وبهذه السلاسة والسهولة والمفارقة أن يأتي ذلك عبر أبرز خصومه وهو سيد مقتدى الصدر. فالمالكي سيداتي وسادتي الذي حظي بوزارته الأولى في العام 2006 بطريقة غير متوقعة بعد الفيتو الأمريكي المدعوم كرديا وسنيا على إبراهيم الجعفري، وكان للمرجع السيستاني دور رئيسي كبير في إجباره على الانسحاب الفعلي، ثم عاد مرة أخرى لولاية ثانية في العام 2010 بفضل قرار المحكمة الاتحادية. لا قوة ذاتية للسيد السوداني، لا قوة ذاتية عليا للسيد السوداني في مجلس النواب، وأن الغطاء الذي يتوفر له، يقول الكاتب، يتشكل أساسا من تيار الصقور داخل الإطار التنسيقي، وأن ليست لديه قوة ذاتية حقيقية تتيح له التصرف بعيدا عن هيمنتهم، وهو ما سينعكس تماما بالضرورة على أهم ملفين وهما إدارة الحكومة والتعامل مع التيار الصدري. السوداني ينتمي إلى حزب الدعوة تنظيم العراق، وهو تنظيم انشق في نهاية التسعينيات عن حزب الدعوة الإسلامي، وكان ضمن تحالف الائتلاف العراقي الموحد الذي خاض انتخابات العام 2005، ثم انضم إلى تحالف دولة القانون برئاسة المالكي في انتخابات العام 2010 و2014 و2018، وقد تولى وزارة حقوق الإنسان في وزارة المالكي الثانية في العام 2010.
كان أبرز ما قام به خلالها إجراء تعديلات على التقرير السنوي لأوضاع السجون ومراكز الاحتجاز لعام 2010 للتخفيف من طبيعة انتهاكات حكومة المالك التي وثقها التقرير، كما أن مقارنة بين التقارير التي كانت تصدر عن الوزارة نفسها مع التقرير السنوي لعام 2011 تكشف عن طبيعة التغطية التي مارستها وزارة حقوق الإنسان على الانتهاكات التي تحدث في هذه السجون ومراكز الاحتجاز. ثم أصبح وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية في الوزارة التي شكلها الدكتور حيدر العبادي في العام 2014. أنتقل وإياكم إلى عربي 21. يقول الكاتب فيها ناصر ناصر: يمكن ملاحظة أربعة نماذج من المقاومة في الموج الأخيرة من انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني وأدواته العسكرية والعنصرية. هي نماذج متعددة متغيرة، ولكن فكرتها أو جوهرها واحد وثابت لا يتغير، ولا يمكن القضاء عليه مهما عربد الاحتلال واستخدم من وسائل قمعية أمريكية متطورة فتاكة، وهو المقاومة بكل الوسائل الممكنة ضد المحتل الأجنبي البغيض. فما هي هذه النماذج؟ سؤال يسأل: وما هي التحديات التي تواجهها، وكيف يمكن أن تتحول إلى فرصة حقيقية لصالح الشعب الفلسطيني المظلوم؟ أنموذج المقاومة الفريد الذي تحرك بدوافع مقاومة الظلم ورفض الظالمين، وهو يرى ممارسات الاحتلال تزداد شراسة يوما بعد آخر ضد أبناء شعبه، خاصة على الحواجز العسكرية التي تقيمها سلطات الاحتلال في مئات المناطق المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة والقدس. يعد مخيم جنين المنيع والحصين في وجه اقتحامات أجهزة أمن الاحتلال وبعيداً عن سيطرة أجهزة أمن السلطة نموذجاً ثالثاً للمقاومة الفلسطينية في الفترة الأخيرة، وجوهره دفاعي أكثر من هجومي لأسباب موضوعية وذاتية متعددة. أما عرين الأسود في نابلس فهو النموذج الرابع، وقد يعد الأخطر على الاحتلال بإمكاناته الهجومية التي تمنحها جغرافية وديمغرافية نابلس لهذا التشكيل المقاوم، ولكنه في المقابل أكثر عرضة لهجمات قوات الاحتلال، وهو المستهدف رقم واحد للتصفية كتشكيل لا كفكرة مقاومة ثابتة لا يمكن القضاء عليها. يمكن القول بأن هذه النماذج هي الحل العفوي والإبداعي الذي يقدمه شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس لمشكلة الفراغ النسبي المؤقت والاضطراري الذي تركته تنظيمات المقاومة العريقة، وعلى رأسها حماس تحت ضربات العديد من أجهزة الأمن العربية والفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية والأوروبية. وقد تكون هذه التشكيلات والنماذج مقدمة مهمة وضرورية لعودة التنظيمات الكبيرة. إلى النظام الإيراني الحاكم، لا شيء يوقفنا بعد اليوم. حيث قال صحيفة لوفي غاريو الفرنسية إن الغضب ضد الملالي لم يضعف بالأحرى في إيران بعد 40 يوماً تماماً من القمع الوحشي، حين تحدى آلاف الإيرانيين النظام بتكريم مهسا أميني في جميع أنحاء البلاد. وأضافت لوفي غارو أنه بعد مرور 40 يوماً تماماً على وفاة مهسا أميني، فإن الصورة تاريخية، صورة لمواطنين إيرانيين يجمعهم الغضب والأمل في نفس الوقت، يتحدون بشجاعة تامة نقاط التفتيش التابعة للشرطة للإشادة بهذه الشابة الإيرانية التي قتلت على يد شرطة الأخلاق، هكذا تسمى، بسبب سوء المعاملة مما أشعل النار في البلاد، حيث تجمع الآلاف رجال ونساء سيراً على الأقدام على طول الطرق وأحياناً عبر الحقول باتجاه قبر أميني بعد أن منعتهم السلطات هناك للوصول إلى القبر في مسقط رأسها شمال غربي إيران. وتنقل لوفي غارو عن الناشطة والمدونة شهراري محبودي قولها:
لا شيء يوقفنا بعد الآن. لقد أثرت وفاة أميني على قلوب جميع الإيرانيين. كانت امرأة مثل نصف الإيرانيين، كانت كردية، لذا فهي تنتمي إلى إحدى المجموعات العرقية في البلاد، كانت سنية، وبالتالي كانت تنتمي إلى أقلية دينية، كانت شابة مثل الجزء الأكثر تمرداً في المجتمع. وأشارت لوفيغارو إلى أن عشرات المدن الأخرى كانت أيضاً مسرحاً لأعمال تحد للنظام. ففي طهران ذهب طلاب إلى حد اقتحام جامعتهم من خلال مواجهة عناصر الأمن، كما يزداد عدد الأطباء كل يوم للانضمام إلى الحركة الاحتجاجية في مواجهة هذه الموجة غير المسبوقة. تحبس السلطات أنفاسها في دائرة من العنف المفترض. أفادت تقارير أن القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على بعض المحتجين. في غضون ذلك يستمر التخويف والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي أصوات منتقدة. وأعلن القضاء الإيراني الأربعاء الماضي توجيه اتهامات إلى أكثر من 300 شخص، ليرتفع العدد الرسمي للتهم المرتبطة بالمظاهرات إلى أكثر من 1000، وهو رقم أعلى في الواقع بحسب منظمات غير حكومية مستقلة. كشفت صحيفة الجارديان أن أمجد يوسف الذي تم التعرف عليه في فيديو كقاتل لعدد من الأشخاص واتهم بتنفيذ عمليات قتل جماعية أخرى، لا يزال على رأس عمله في قاعدة عسكرية تابعة لجيش النظام السوري. وفي تقرير أعده للصحيفة مراسل شؤون الشرق الأوسط مارتن شولوف، قال إن ضابط الاستخبارات ومنفذ مجزرة التضامن لا يزال عاملا في قاعدة عسكرية خارج العاصمة دمشق منذ اتهامه من زملائه بأنه وجه عمليات قتل جماعية، ويعمل الرائد أمجد يوسف في واحدة من الوحدات سيئة السمعة في الاستخبارات السورية، حيث يعمل من قاعدة كفر سوسة منذ 6 أشهر تماما بعدما كشفت عن دوره في إطلاق الجارديان النار، حيث كشفت الجارديان عن دوره في إطلاق النار على عدد من الأشخاص وإلقائهم في حفرة في حي التضامن قرب العاصمة دمشق عام 2013. فتحت كل من فرنسا وألمانيا وهولندا تحقيقات في جرائم الحرب مستخدمة الاختصاص الجنائي العام، وتقوم بملاحقة المشاركين في المذبحة الذين ربما فروا إلى أوروبا. ويعتقد المحققون الألمان أنهم ربما تعرفوا على مقرب من يوسف يعيش الآن في ألمانيا، ويجمعون الأدلة ضد ضابط استخبارات سابق. وأحدثت مجزرة التضامن هزة داخل قيادة النظام السوري التي عادة ما تعتم على أفعال الشر وأسرار الدولة. وقال الزميل السابق ليوسف لصحيفة الجارديان إن الرائد كان مثار خوف في التضامن على مدى السنوات العشر الماضية، وكان يفترس النساء من شوارع الحي ولم يعثر على الكثيرات منهن. وقال زميله: رأيته في صباح أحد الأيام يأخذ نساء من طابور خبز، كنا بريئات ولم يفعلن شيئا، ربما اغتصبن أو قتلن، ليس أقل من ذلك. وجرى الكشف عن هوية يوسف عبر بحث قام به البروفيسور أوغور أونغور والباحثة أنصار، شهود من معهد جامعة أمستردام لدراسة الهولوكوست والإبادة. وسرب الباحثان 27 مقطع فيديو قاما بتحميلها من كمبيوتر يستخدمه الفرع 227 في الاستخبارات السورية، حيث عمل يوسف نائباً لمدير الفرع. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين.
كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثرى آدارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعيا على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. نقرأ في الأناضول: عثر علماء الآثار في شمال العراق على اكتشاف مثير، إذ اكتشفوا جداريات آشورية تضم منحوتات صخرية جميلة يبلغ عمرها نحو 2700 عام. وعثر على تلك المنحوتات من قبل فريق للتنقيب، فريق أمريكي عراقي، في نفس الوقت في الموصل يعمل على إعادة بناء بوابة المسقى القديمة التي دمرها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2016. ويعد العراق موطن بعض أقدم مدن العالم، ومن بينها مدينة بابل المشهورة. لكن سنوات الاضطراب شهدت نهباً وإتلافاً للعديد من المواقع الأثرية على أيدي المسلحين وبسبب بعض الأعمال العسكرية. وتظهر النقوش الرخامية الثمانية هذه مشاهد حرب محفورة بدقة تامة وكروم عنب وأشجار نخيل. تنشط مهنة استخراج زيت الزيتون في قطاع غزة مع انطلاق موسم قطف الثمار اعتباراً من منتصف أكتوبر تشرين الأول من كل عام. هذه المهنة الموسمية واحدة من عدة مهن مرتبطة ببدء قطاف الزيتون، وتخلق فرص عمل للآلاف من العمال والعاملات الفلسطينيين وفق تقدير وزارة الزراعة بمدينة غزة. ومن المهن الأخرى التي ينعشها موسم قطف الزيتون تخليل الثمار وإنضاجها والتشريح والنقل، إلى جانب استخدام زيته في بعض الصناعات التجميلية. هذا العام يتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج زيت الزيتون في فلسطين قرابة 31 ألف طن تقريبا وفق تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية. وتفضل شريحة واسعة من الفلسطينيين الحصول على زيت الزيتون المستخرج عبر التقنيات التقليدية البدائية باستخدام حجارة الجرانيت باعتبارها واحدة من الموروثات الثقافية. وهناك حالة من التباين بين أصحاب المعاصر التقليدية والحديثة منها حول احتفاظ الزيت المستخرج من كل منهما بقيمته الغذائية. أما الآن أترككم لمتابعة فيديو اليوم الذي اخترناه لكم بعناية.
إعدادي عربي تعلمناها أبًا عن جدود، جدي سلمها لأبوي وأبوي سلمنا إياها لنا، فإحنا هي المصلحة معلقة بدمنا. هلا نحن عم نعلم أولادنا شان هالمهنة، إيش بلزق للمزارع نحن بنشتغلوا. إعدادي كافة أنواع، بنروح على الخرطة بنشتري حديدنا ومصنع. بالنسبة للحياة أقسم الحديد، الحديد ولا شيء، بس هاي الحياة اللي إجتنا قاسي كتير جدًا. بالنسبة للوضع المادي يعني الحمد لله عايشين، إنه بأكلنا بشربنا أكثر من هيك ما في. يعني مندق البضعة نستنى يجي التاجر نشيله إياها. يعني هلأ كأوضاع صعب كتير جداً لأن أسواق ما في، نستنى بينما حتى الله يفرج علينا وننفذ البضاعة. إلى اللقاء.